فهمتك ما عليك، مش النهارده بس. احسنت يا استاذ حمزه، احسنت يا استاذي. عجبتك يا توحه؟ طبعا يا ريس. بذمتك؟ ايوه يا استاذ والله. هو في ايه؟ انهي ذمه فيهم يا فتحي؟ ذمتك وانت شغال مع ايه، ولا وانت مع هشام عبد الحميد؟ ده ابن البلد. وحياتك ليه بتقول كده؟ ولا اوعى تساعد عليا. شايف الشعر الابيض ده؟ شايفه يا ريس. كل شعرايا فيهم بموقف في حياتي وخبرة السنين يا ابني. اوعى تعمل معايا كده. استاذ حمزه، انا ما اسمحش لحضرتك تكلمني بالاسلوب ده وتشك فيا كده. صحيح. زين، عمرك ما عليك. تقفل يا ابني باب البلاتو عشان عاوز اتكلم مع صديقي. امرني. ما تقلقش من حاجه، انا بس في ناس متطفله بتحب تخش وتخرج وانا عاوز اتدردش معاك يعني. بص يا توحه. يا استاذ حمزه، ايه يا استاذ حمزه؟ هتموتني ولا يا استاذ حمزه؟ ايه يا زين، في ايه؟ استاذ حمزه في ايه يا ريس؟ اخشى على. ما ينفعش يا استاذي كده، في ايه؟ اخشى، ما فيش حاجه. ده هو بس هيعمل معاك السليبة. علمه يا زين. أستاذ حمزة يا أستاذي، والله ما ينفع كده يا ريس. أستاذي، فاكرني أهبل؟ أنا عارف اللي حصل من أول يوم ومن أول اجتماع حصل هنا. ساعة ما قال لك أنا عاوزك تساعد آية وبص لك بصة وقام، ما يفهمهاش الا حمزه البسيوني. بصت ايه يا استاذ؟ انت برضه مصر تكذب يا فتحي يا ابني. فكره الفقره، فكره البرنامج، والضيوف اللي بنجيبهم، وكل يوم نكتشف ان في برنامجه بالليل. تقول ايه؟ توعدني انك تسيبني يا ريس؟ طبعا اكيد، بس تقول الصراحه. ايوه يا ريس، انا كنت بقول له على كل حاجه، كل حاجه تخص البرنامج كنت ببلغ له اول باول. هو طلب مني ده. انت ليه وافقت؟ ان هو كان بينحتني يا ريس. يعني ايه بينحتك؟ بينحتني بره شغل، يعني بره القناة. تقوم تعمل كده؟ تعمل كده في البنت اللي استأذنتها؟ والله العظيم يا ريس، والله العظيم. ما تحلفش تاني. شايف الشعر ده؟ شايفه يا ريس. وخبرة السنين تخليني أعرف إمتى بتكذب وإمتى بتقول الحقيقة. قول. هشام عبد الحميد الرئيس بيكره أي حد ممكن ينافسه، وهو أصلا بيكره آية، واتفق معايا إن أنا أبلغه كل حاجة كانت بتحصل عندكم عشان هو يبقى سابقكم في القناة. كويس أوي، اتفقنا. إحنا هنلعب مع بعض لعبة، أنت هتفضل شغال مع الواد ده زي ما هو عايز، وانا هبلغك شويه اخبار شمال على حسب قولك يعني، لغايه ما اوقعه. لحياتك ما تعرفوش ان انا قفشت معاه النهارده الظهر، وقلت له يا اما نشتغل مع بعض بنظافه يا اما بلاش منها. ما اقدرش يا ريس اعمل اللي حياتك بتطلبه مني. ليه؟ انا خدت وعد على نفسي ان انا بقى احسن، وبعد ما اتعاملت معاكوا وشفتكوا انتوا قد ايه يعني كويسين، حسيت اللي انا بعمله ده قذارة وملعون ابو القرش اللي هيدخل لي، وهو مش نضيف عشان خاطر الرئيس. انا مش عايز مشاكل، انا كنت جاي اكل عيش. عايزك تسامحني. انا
انا عندي استعداد استقيل من القناه وما اشتغلش تاني. لا تستقلش يا توحة، انا عايزك معايا. سيبه يا زين، واحدة حاول تفتكرنا يا باشا. زين عشان خاطري. ماشي يا ريس. ده توحة الغالي. أنا آسف يا ريس. حبيبي.